رجل الأعمال الكبير سليمان الراجحي، الأديب العربي الكبير عباس محمود العقاد، الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي، مندل عالم الوراثة الشهير، تشرشل رئيس الوزراء البريطاني السابق، قوى سياسية العريق، كل هذه الأسماء وأكثر، هل فكرتم للحظة كيف وصلوا؟ وهل علمتم للحظات أن هؤلاء لم يكن لهم وافر حظ في دراساتهم سواء في المدارس العادية أو في الجامعات، وأنهم خرجوا منها مبكرا أو لم يدخلوها أصلا واستطاعوا أن يصنعوا المفارقة وأن يصلوا إلى قمة التاريخ؟ كيف حدث هذا؟ هذا ما نريد أن نناقشه الآن مع ضيفي هنا في استوديو الثقافية في معرض الكتاب، الأستاذ عبد الله الجمعة، وهو مؤلف كتاب عظماء بلا مدارس. أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا بك في مساء الثقافية. أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي العزيز. عظماء بلا مدارس، يعني بدءا من العنوان هو مثير جدا ويكاد يجذب القارئ إلى أبعاد عالية جدا. 9 طبعات ما شاء الله من هذا الكتاب إلى الآن، حصاد ثري جدا على مستوى القراءة، على مستوى الجهد، على مستوى العمل. حدثني عن انبثاق الفكرة الأولى لدى عبد الله الجمعة أن يبحث في هؤلاء العلماء الذين لم يكملوا دراساتهم أو لم يلتحقوا أيضا بالمدارس. حقيقة شكرا جزيلا على الاستضافة الرائعة، وأنا سعيد تواجدي معكم هنا الليلة. الحقيقة هذه الأيام نحتفل بمرور 7 سنوات على خروج كتابي الأول عظماء بالمدارس، زي ما ذكرت الحمد لله هذه الطبعة 9. يعني قبل ما أقول لك فكرة الكتاب وفكرتي أو القصة من خلفه، يعني أتذكر لما أنا كنت أدرس في الجامعة تغيرت من تخصص إلى تخصص آخر، من كلية علمية إلى تخصص اللي أدرس عنه الأنظمة، فكان هذا أحدث يعني جزء من عبد الله. يعني دعنا نأخذ القصة بتفاصيلها، يعني إيش التخصص العلمي اللي كنت أدرسه؟ كان عمارة وتخطيط. طيب. لكن لم أجد نفسي هناك، فحولت التخصص اللي يريده القانون الأنظمة. هذا أحدث يعني جزء من اللي يعني من التساؤلات في إطار العائلة، وتطلع من كلية علمية إلى كلية أدبية، هذا أمر ما لم يكن معتادا. هذا اللي دفعني يعني كان ذيك الفترة يعني حتى سمعت ضيق صدري، ها وجالس في البيت الواحد والناس دوروا لي وظائف لما طلعت من الجامعة، لأني كنت أبغى أروح الكلية اللي أنا أبغى أحب اللي أحب أجد نفسي فيها. فذيك الفترة يعني أنا عاطل باطل العمل ما عندي شيء، كنت أقرأ عن بيل غيتس، يعني كان وقتها قرأت في سيرة رجل الأعمال الشهير اللي هو كان أثر في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت الكبيرة جدا، أنه كان يدرس في جامعة هارفرد، كلية هارفرد القانون، وطلع منها. فأنا قلت هذا الغبي، أحد يطلع من أفضل كلية هارفرد القانون، وأنا وقتها أمنيتي أروح كلية القانون في جامعة ملك سعود. فكرت شوي قلت لك، وتركها بالمناسبة، ورغم ذلك أصبح أثر في العالم. فأنا فكرت يعني بأسماء أخرى مثل أجاثا كريستي بالشيخ سليمان راجحي والأشخاص اللي ذكرتهم كذلك، خرجوا من الجامعة وخرجوا من المدرسة، ورغم ذلك يعني حققوا نجاحات كبيرة. أنا عفوا أريد الفكرة الأولى. نعم. الآن سيرة بيل غيتس وأنه خرج من الجامعة. من الجامعة. نعم. هي الملهم الأول لصناعة هذه الفكرة. نعم، هي زرع الفكرة في البداية برأس. ومن ثم بدأت تبحث عن الكبار الذين وصلوا ولم يكملوا دراساتهم. بالضبط، أحسن. يعني أنا كنت أحاول، كان إخراجي الكتاب كرد على يعني التساؤلات ونظرات الدونية اللي كان يعطوني إياها المجتمع. الناس كانوا يقولون لي أنت مسكين تدخل كلية أدبية وأنت خريج علمي. أنا أقول في ناس هنا عظماء كبار ما درسوا الجامعة أصلاً، ورغم ذلك حققوا نجاحات كبيرة، فما بالك لما روح كلية أنت تعتبرها يعني مع أنه أنت عظيم في مدرسة. لا الحمد لله درست، اللهم لا يسمعني بعظيم، لكن الحمد لله درست. أكمل. إي نعم، فكانت هذه الفكرة المباشرة لتأليف الكتاب. يعني أنا أتذكر حتى لما بدأت ألف، وهذا ذكرته في المقدمة بالمناسبة، اتفاجأت بكمية الأسماء الكبيرة جدا للأشخاص اللي حققوا نجاحات كبيرة هم مدرسة وتركوا المدرسة في مرحلة مبكرة، لدرجة بديت يعني أقرأ عن سيرة أشخاص كملوا دراستهم أكثر عن الجامعة كويسة والمدرسة كويسة. ها فلله الحمد، يعني لما طرح الكتاب وفي مقدمة اسمها لماذا هذا الكتاب، أنا يعني نقدت فيها بشكل عام جدا نظام التعليم في معظم الدول العربية، وطرحت بعض البدائل الناجحة في بعض الدول الأخرى. لكن يعني عبد الله، أنت على المستوى الشخصي، هل تعتقد أن خروج هؤلاء من المدارس كان هو الدافع إلى أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، أم أنها استثناءات موجودة في الحياة ربما لا تتوفر لكثيرين؟ أحسن. يعني كم لدينا شخص خرج من المدرسة اليوم ولم يستطع أن يكون عظيما؟ أحسن. أريد الفكرة التي لدى عبد الله الجمعة اليوم، هل لأنهم خرجوا من المدارس كان دافعا لأن يصبحوا بهذه العظمة، أم أن الحكاية كلها استثناء ومصادفة لا أكثر؟ أنا أشكرك على السؤال، هذا سؤال جدا ذكي الحقيقة. يعني لما الكتاب أنا كتبت عمري 19 سنة، فلا شك يعني لما نضجت أكثر يعني رجعت أفكاري في الكتاب وما إلى ذلك، لكن في المجمل كان هدفي
انه ليس مجرد خروجك من الجامعه سيجعل منك انسان ناجح. طبعا هذا كلام غير صحيح، وان اشخاص هذول يعني يعني حال استثنائيه على المستوى البشر الطبيعيين، رغم ذلك حقه نجاح. اصلا لما ترك الجامعه هو ما ترك لانه مل ولا ما له خلق يقوم الصباح ولا ما له يعني القدره انه يحل واجباته المدرسيه والقيام بالبحوث والفروض الجامعيه وما الى ذلك، كان عنده هدف واضح جعله يخاطر بشيء عظيم اللي هي الجامعه او المدرسه لاجل ان يصل الهدف الحقيقي اللي هو يعني يهدف اليه في حياته. اما يترك الجامعه انسان لانه انسان فاضي او عفوا كسلان وكذا، هذا بلا شك يعني سيفشل في طريقه ايا كان. لكن عندك رؤيه واضحه، الرؤيه يعني متكامله امامك، انا طبعا اؤيد انها تكملها في الجامعه، لكن هذول الاشخاص يعني استثناء استطاعوا يحققوها بدون الجامعه بدون المدرسه احيانا يعني. لكن الغرض من مجيئهم في هذا الكتاب لتكون ماده تحفيزيه كبرى لكل الاشخاص الذين يريدون ان يقللوا من كثير من الاشياء التي ربما تكون في قمه العظمه احيانا لكن الجميع لا يدركها. احسن تمام. عبد الله حدثني ماذا بعد بزوغ الفكره؟ يعني الكتاب مليء بعمليه بحثيه حقيقيه وجاده على مستوى الطرح، على مستوى جمع المعلومات، حتى على مستوى تصنيف الشخصيات. يعني هنا الأدباء، هنا المفكرين، هنا السياسيين، هنا العلماء. صحيح. كثير من الأشخاص الذين حضروا. ماذا بعد الفكرة؟ كيف استطعت أن تجمع المعلومات، البحث؟ أرى حتى أنه في كثير من الأشخاص ربما ساعدوا في إنتاج هذا الكتاب. الحمد لله، أنا زي ما ذكرتك لما بدأت فكرة كانت صغير في السن، عمري 19 سنة، وتذكر يعني مرحلة الأولى كانت مرحلة تخبيط، يعني كانت يعني كونها تجميع أفكار قرأتها في كتب سابقة أكثر منها طرح فكري جديد. رغم ذلك الحمد لله أخذ مني الكتاب تقريبا سنتين حتى أكملته، يعني ولا شك أني استفدت من بعض مثلا المهتمين بالكتب والمؤلفين اللي حولي ذاك الوقت، إن ما كان عندي علاقات وما كان في. وأنت تورد على كل حال قائمة للمراجع في بلا شك بلا شك، يعني كل يعني كنت أخصص مثلا أسبوعين ثلاثة أسابيع شخصية واحدة أبحث فيها أقتلها بحثا بالقدرات الموجودة أمامي ذاك الوقت. فبالتالي اخرج حدثكم كنت في ادرس في جامعه الملك سعود وقتها، كنت اروح مكتبه الامير سلمان في الجامعه ومكتبه الملك عبد العزيز العام الجامعه العامه في قريبه من بيتنا في الرياض، وذلك بعض الكتب التجاريه وما الى ذلك. فهذا يعني هو لا شك كان هناك مرحله تخبط في البدايه، لكن سبحان الله بعد مرور عده اشهر يعني الله سبحانه وتعالى اكرمني اني وضعني على الدرب الصحيح وانجزت الكتاب. جميل. 48 شخصا يتضمنهم هذا الكتاب، هل هم فقط هؤلاء الذين وجدتهم اصبحوا على قدر كبير من القيمه في المجتمع بلا مدارس، ام ان هناك مجموعات اخرى ربما تظهر في طبعات مختلفه من الكتاب؟ هو الحقيقه لانه لا شك اني وجدت يمكن مئات الاسماء، لكن يجب ان يعني الكتاب في النهايه انت يعني تداولوه الناس وكذا، فبالتالي يختصر قدر الامكان وتعطيهم الاسماء الاكثر شهره، ليس بالضروره الافضل يعني. لكن انا كتبت 78 شخصيه ابتداء، لكن اختصرتهم ل 48. لماذا؟ لانه يعني صار حجم ما يقرب من 30 شخصيه، صار حجم الكتاب جدا ضخم، وبالتالي يصير غالي على الناس يعني، ولما يشوفونه كبير مجلد ضخم فالناس يعني تستثقل قراءته، خاصه انا استهدف الشباب يعني، خاصه الشباب الصغار وكذا، لما يشوف كتاب كذا ضخم امامه يتوحش منه ينفر. إيه لكن عبد الله، الا تعتقد انه هذا يعني ربما، وارجو ان تتحمل سؤالي، يقدح في 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 جوده ومصداقيه الكتاب ان تستثني 30 عظيما كما تسميهم فقط من اجل الا يباع الكتاب بسعر غالي؟ انا ما يعني كان هناك ايضا هناك كان في معايير لاختيار الاشخاص اللي استثنيتهم والاشخاص اللي ابقيتهم، يعني اخذت مثلا الاكثر تاثيرا على الناس، يعني طرحت من مقابل اقل تاثيرا. جميل، هذه رؤيه منطقيه يعني. اي بلا شك، يعني لم تكن يعني خبط عشواء او لجل مصالح معينه وكذا، يعني كان الهدف في النهايه لما يشوف في اسماء او صور مؤلفين على غلاف الكتاب، الناس يقول انا اعرف بيل جيتس، اعرف الشيخ جريسي، اعرف مثلا جاثا كريستي، وبالتالي تشجع القراءة الكتاب. الى احد شخصيه وما يعرفها وشخصيه مغموره في دوله ما، يمكن ما يعني يمكن ما يجد الكتاب. لكن هل يمكن لهؤلاء الثلاثين ان نجدهم في اصدار اخر، مثلا عظماء بلا مدارس نسخه ثانيه، عظماء بلا مدارس اثنين ممكن يكون؟ والله الحقيقه لانه يعني صراحه نتحدث عن عدد ليس باليسير، وانت نعم. تعرف ان هذه الفكره ملهمه بلا شك من الناس كذلك بلا شك. واصدقك القول يعني بعد ما يعني ما خرج الكتاب سنه وسنتين وحقق مبيعات جيده اللهم لك الحمد، راودتني الفكره كثيرا يعني، حتى بعض القراء شجعني عليها، لكني ارتأيت ان ابقي الكتاب كما هو. لكن الحمد لله يعني السنه هذه اكرمنا بطبعه تاسعه جديده ومطوره، يعني كانت مختلفه عن الكتب السابقه او النسخه السابقه بشكل كبير جدا الحمد لله. جميل، وانا استعرض حقيقه الكتاب على الشاشه ان كان يعني يتضح بشكل جيد عظماء بلا مدارس. عبد الله يعني يظهر الطبعه التاسعه المطوره وهذا من حقك، من اكثر الكتب مبيعا، يعني هذه العباره اصبحت تشكل جدلا كبيرا على مستوى المصداقيه لدى كثير من القراء، واصبحت كثير من دور النشر تستخدم مثل هذه العبارات لفكره الترويج والتصديق، يعني صدقت ام لم تصدق. هل انت مع او ضد مثل استخدام هذه الاشياء للتسويق؟ انا ابتداء اؤيدك تماما، يعني كثير من دور النشر للاسف
تستغلها استغلال سيء، لكن هناك دور نشر يعني اكثر احتراما واكثر يعني رسوخا في السوق، يعني حفاظ على سمات مثل درع بيكان اللي نشرت الكتاب. درع بيكان عندهم سياسه حسب ما اعرف اذا بيع الكتاب اكثر من 20,000 نسخه يعتبر اكثر كتب مبيعا عندهم، وبالتالي يوشن بهذه العباره. وبالتالي انا اتذكر لما كنت صغير وقت احط لو سمحت اكثر كتب مبيعا كتاب باع 10,000، قالوا لا ننظر لباع 20,000 في ظرف مده معينه سمينا اكثر كتب مبيعا. كيف قست ردود الفعل على 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 الطبعات الماضيه عبد الله؟ الحمد لله يعني كانت الجزء الاكبر منها ايجابيه جدا، يعني كثير من الشباب تحفزوا لما قرأوا الكتاب، بعضها كانت يعني خاصه من كبار السن يعني كانه ينبئ يعني لم فكره الكتاب لم ترق لهم كثيرا، يعني اذكر واحد يقول جاء وليدي معه الكتاب هذا يقول خاصة بطلع من الجامعه فاقرا الكتاب هذا يقنعك اني اقدر اصير عظيم من غير ما ادخل الجامعه. لكن القصص انا اعتقد عبد الله ان كل شخص يفكر في الخروج من الجامعه بناء على الكتاب يجب ان يستعيد ما قلته انت قبل قليل، لان هؤلاء لم يخرجوا من جامعاتهم لان مستوياتهم رديئه او لانهم اهملوا التعليم او لانهم لا يؤمنون بقيمته، انما هي نوع من جنون المجازفه نحو فكره ما هي اكثر علميه وثقافه من الدراسه الجامعيه ربما في بلا شك. احسنت، يعني حينما نتحدث عن عباس محمود العقاد وعن عبقرياته وعن كتبه وعن اصداراته، يعني عباس محمود العقاد صاحب واحد عبارة من أقوى عبارات الحياة في القراءة، أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. حينما نقرأ عن الشيخ سليمان الراجحي مثلا ونرى ما حققه، حينما نقرأ عن الجريسي، حينما نقرأ عن تولستوي هذا الأديب الروسي الكبير جدا، يعني هؤلاء قدموا إرثا معرفيا جميلا. يا أخي اخرج من الجامعة وقدم لي وقدم ما قدموا يعني ما أزيد على كلامك شيء عبد الله. يعني يبدو كما الحوضة فقط أولية أن حظ السيدات من العظمة إلى حد ما قليل، يعني الغالبية العظمى في هذا الكتاب هم من الرجال، يعني ألم تجد أثناء بحثك سيدات كثر استطاعوا أن يجاسفوا بمثل هذا الأمر؟ يعني هو يعتمد على مفهوم العظمة وتعريفك العظمة وما هي كيف تكون إنسان عظيم وإنسان عظيم، يعني بالمفاهيم العامة يعني الشائعة. يعني ما مفهومك لماذا قلت عظماء؟ يعني ذاك الوقت أنا حطيت معايير أن يكون الشخص يعني له حضور أو أثر بارز في لدى الناس، يعني الناس يرونه زي ما ذكر الشيخ أن راجحين النظر إنجازاته حولنا، تولستوي نظر مؤلفاته، العقاد النظر أدبه، فبالتالي لما يكون الإنسان له أثر واضح في العصر اللي عاش فيه هنا يعني أعتقد أنه إنسان عظيم، بشرط أنه ما يكون حصل العظمة هذه بورث أو بنسب أو يعني بطريقة غير يعني ما تنبي عن جهده الشخص. يعني المعرفة والعلم والثقافة والحضور هو المقياس الأفضل. صح. والحقيقة في الواقع العام يعني ذكرت النساء بلا شك يعني النساء عظيمات، يعني نحن كلنا ابناء نساء والنساء يعني والتاريخ يحتفل بكثير من العظيمات بلا شك بلا شك كثير جدا سواء على مستوى السياسة سواء على مستوى الثقافة على مستوى الأدب على كافة الأصعدة، وهذا يحملك أمانة البحث مجددا. عظيمات بلا مدارس يمكن الطبع الجاي. لا هذا يحملك أمانة البحث. عبد الله يعني هل تعتقد أن هذه الشخصيات التي وصلت إليها في حدود 70 أو تتجاوز هي فقط الشخصيات التي استطاعت، أم أنك تعتقد إلى حد ما أن هناك عدد أضعاف ما قدم لم يكشف عنه إلى الآن؟ والله بلا شك يعني مهما كنت بذلت الجهد لن أحيط علما بكافة الأسماء العظيمة اللي حققت إنجازات عظيمة يفتخر يعني أثرت في حياة البشر في مختلف أصقاع الدنيا، فبالتالي هذا اللي قدرت عليه وقتها، كانت المصادر اللي أمامي عدة مكتبات الإنترنت إلى حد ما، فبالتالي يعني الأسماء التي وجدتها مناسبة هي اللي وضعتها في الكتاب. لكن بلا شك يعني الناس هناك مليء يعني بأشخاص عظماء ما يذكرهم أحدا، يعني هو عظيم بذاته يعني أنجز وأثر بشكل مباشر بحياة إنسان غير مجرى حياته وشيء من هالقبيل بلا شك. يعني في الطبعات المقبلة بماذا تفكر عبد الله؟ وابن عظماء بالمدارس، والحقيقة أنا زي ما ذكرت قبل شوية يعني الكتاب يعني سأدعه كما هو، لكن ربما يخرج مثلا زي ما يقولون البجعة سوداء فجأة يتغير الكتاب يطلع بحلة جديدة مختلفة لم يكن لها أن يتصور أنها تكون موجودة قبل عدة سنوات، مثل الكتاب اللي بصدد اللي نحن بصدده اليوم اللي هو الطبعة التاسعة من عظماء بالمدارس، أصبح كتاب يحتوي خرائط ذهنية بعد اول تقرا بس مجرد السيره الذاتيه لشخص معين ثم تنتقل لبعده، الان بعد ما ينتهي القارئ يتفاجئ وجود خريطه ذهنيه على الكتاب، يعني قامت بها المؤلفه المغربيه سلمى بوكار تحوي على صوره الشخص ومعلومات عنه بشكل ملون بشكل واضح. هذه لم تكن موجوده في الطبعات السابقه. هذه اول مره تطلع، وكذلك موجوده فكره جديده اللي هي المسح الضوئي، يعني اطلع الجوال حقي انا كان ياخذ صوره معينه ثم يعني احضرها امام الصفحه مثلا صف بالجيتس مثلا امامه هنا تشوف مكتوب امسح ضوئيا، مجرد احض الكاميرا امام الغلاف او امام الورقه هذه اشاهد فيديو عن حياه بالجيتس، يعني مجرد بدون ما اروح اضغط انترنت ولا شيء. لحظه إيه؟ اعد فكره جديده هذه الفكرة. عشان نعم. الان صفحه الكتاب امامي نعم مكتوب هنا امسح ضوئيا شوف. طيب جميل، انا احمل تطبيق معين كاني معي كاميرا عاديه كاني بصور. انت تحمل تطبيق من نعم
ايش اسم التطبيق؟ اسمه ضماب المدارس. طيب جميل. اضعه هنا التطبيق مثلا، امسحه على على الغلاف الورقه هذه، لما احط كان يصور الورقه اشوف علامه المثلث، علامه تشغيل البلاي، هذه علامه تشغيل الفيديو، وبالتالي مباشره اضغط نظر فيديو يتحدث يعني عنه. جميل هذا المزج ما بين التقنيه وما نعم. بين الكتاب الورقي. اي الحمد لله يعني، وهذا كله جهد شباب يعني. هذا يعني صديق سيف شريف، هو سيف الشريف متخصص بالكتب التفاعليه، ولا الحمد هذا يعتبر ربما اول كتاب ورقي تفاعلي يعني يطرح في الاسواق حتى الان. جميل، كيف اعتمدتم مثل هذه الفكره؟ كيف كانت الاليه والتكنيك في تقنيتها؟ لا شك انها كانت عمليه معقده، لم تكن سهله البته، لكن القدرات الموجوده لدى الناشر العبيكان الله يجزاهم خير يعني استطاعوا انه الفكره هذه كانت الغريبه انه يجعونها امامنا يعني واقعا ملموسا الحمد لله. وهل هو عارف حركه تقنيه؟ الانسان ليس تقني كثيرا للاسف يعني. لكن يعني فكره ربط التقنيه بالكتاب اليوم مهمه جدا، لاننا نعيش في ظل عالم تقني متسارع، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان ننفصل عن هذه التقنيه اطلاقا. والناس يتداولون الكتب الالكترونيه ربما اكثر من الكتب الورقيه، فما اجمل تجمع بين الاثنين. هل هناك نسخه الكترونيه من الكتاب؟ حسب علمي نعم، متوفره في تطبيق العبيكان ايضا. عبد الله، يعني انا اعرف ان السؤال القادم سيوقعك، لا استطيع ان اقول في مأزق، لكن في حيره الى حد ما، وارجو ان اكون مخطئا. اي الشخصيات اثرت فيك اكثر في هذا الكتاب واستطاعت ان تحدث نقاط تحول حقيقيه في حياه عبد الله؟ اتذكر لما يسالون الصغار تحب امك ولا ابوك، ها؟ فيقول احبهم كلهم. اذا بقيت الحيره. فبقيت الحيره، لكن في اشخاص انا اشعر بالفه تجاههم، مثلا زي مثلا أجاثا كريستي، هي أديبة إنجليزية عريقة متوفية طبعا قبل 30-40 سنة، لكن عندها رواية اسمها بيت المائل. يعني هذه لما كنت أولى متوسط كانت أول رواية أو أول كتاب غير مصور قرأته في حياتي. أنت بوليسي من زمان. أي بالضبط، فكان كتاب بدون صور بدون ألوان، مجرد كتاب نص. بالتالي لما خلصت الكتاب حوالي 300 صفحة شعرت بنشوة، أول مرة أخلص كتاب يعني مو كتاب طفولي أقصد. فيعني عشان كذا هي موجوده في اول الكتاب يعني كتكريم لها. في الخط البوليسي مكتسحه يعني. بلا شك هي سيده، يسمونها سيده روايه الاجرام وسيده روايه البوليسي وملكه الاجرام. نعم. من سواها؟ يعني انا ودي يعني اذكر اسم واخصي اسماء اخرى، لكن انت ذكرت مثلا يعني بيل جيتس، هذا يعني يظل له فضل الالهام الفكرة الاول. الفكره اللي زي ما تقول الإضاءة اللي تحدث في العقل لما تطرح الفكرة معينة فيه. يعني ممكن الأشخاص أثروا فيني شخصياً، أنا المعايشين المعاصرين نحس فيهم أمامنا اليوم، مثلاً الشيخ سنان راشد، الشيخ الجريسي، الشيخ حمد الجاسر الأديب الكبير، أديب الجزيرة، هذول الأشخاص يعني إحنا عاصرناهم من يومنا صغيرة، نقرأ عنهم وأشوف أثارهم أمامي. بلا شك لما تشوف إنسان تتشارك معه الكثير يعطيك حافز أكثر من تسمع إنسان في أقصى الدنيا، في أمريكا، في أستراليا ولا شيء، يمكن واحد حولك يقصد يحفزك بشكل أكثر. عبد الله عجبني بأمانة مطلقة. يعني هل تعمدت أن تضيف أسماء محلية أو أسماء عربية فقط لتبقى في موازاة الأسماء الأجنبية الموجودة في الكتاب، أم أنك اتكأت إلى الجودة أولا وأخيرا أيا كانت جنسية وتوجه الاسم؟ بلا يعني مجامل وبلا هذا تروي بلا شك أنها النقطة الثانية. يعني كان في أسماء كثيرة أيضا موجودة عندنا في الساحة المحلية، يعني ما شاء الله حقوا نجاحات كبيرة، يمكن بعضهم ما درس، لكن ارتأيت يعني أجعل الأشخاص اللي لهم أكثر تأثير سواء علي شخصيا أنا وعلى المجتمع. بلا شك هناك أسماء سقط، يعني انا اعيد واكرر كنت صغير لما الفت الكتاب، فبالتالي ما كنت واعي تماما بالحركه الادبيه بشكل كبير، بالحركه التجاريه الموجوده عندنا في المجتمع، فبلا شك هناك اسماء يعني سقطت سهوا كما يقال، واتمنى انه يطلع في كتاب اخر عظماء بالمدارس السعوديين مثلا او الخليجيين او شيء من هالقبيل. يعني يبدو ان الافكار بدات تكثر يعني في فكره عظماء بالمدارس. طلعني هنا على طول مكتبي في البيت الف 3 كتب نفس الوقت. جميل. عبد الله، اذا تحدثنا عن الطبعات المقبله ان شاء الله، ونرجو للطبعه التاسعه ان تحقق اكتساحا ونجاحا كبيرا جدا، وان تصل يعني هذه العباره بدل ان تكون من اكثر الكتب مبيعا ان يكون اكثر الكتب مبيعا باذن الله. توفيق الله سبحانه وتعالى. طيب. من ثقه القراء. طيب عبد الله، الفكره القادمه هل تتوقع ان تضيف الى هؤلاء الاشخاص على نفس الكتاب؟ هل تتوقع ان تضيف يعني التسع طبعات؟ هل كانت في 9 سنوات؟ لا، هو الكتاب له 7 سنوات. 7 سنوات. 7 سنوات يعني في 7 سنوات 9 طبعات. نعم. هم الاسماء نفس الاسماء، اللهم حدث بعد التغيير مثل الخرائط، مثل ربط التقنيه وسواها. بلا شك. على مستوى الاسماء هل تتوقع اضافات اخرى؟ اضيف مثلا في سيرهم وكذا؟ لا
لا تضيف أسماء جديدة. أضيف أسماء جديدة الحقيقة. يعني هل ممكن أن نعم. في الطبعة العاشرة يصلون إلى 50 اسم مثلاً؟ والله أنا أشوف هذه أنظر لها من منظورين. المنظور الأول يعني أنا أتوقع الكتاب أصدرته سأجعله كما هو باستناد الدراسة الطفيفة. إضافة اسم جديد يعتبر تعديل جوهري. النقطة الثانية الأشخاص اللي شروا الكتاب يعني أتوقع ليس من العدل أن يضيف شخصية كل أو عدة شخصيات كل سنة بحيث أنهم يضطرون شراء الكتاب مرة أخرى مثلاً. فهذه وجهة النظر قد تكون قاصرة ربما. لكن ألا تفكر في أن يتطور الكتاب؟ يعني تطور الكتاب نفسه يعني شيء مهم يعني جدا على مستوى السنة، وتظل الرؤية في ختامها إلى 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 صاحب الكتاب أولا وأخيرا. عبد الله ما أكثر الإشادات التي تحفل بها؟ يعني أنا ألاحظ في نهاية الكتاب يعني أنك تصدر مجموعة من الآراء ربما الأشخاص الذين شاركوا معك في عمل في إعداد هذا الكتاب طبعا جدا. ماذا تقول لهؤلاء الأشخاص الذين شاركوا معك في إعداد هذا الكتاب وكانوا شركاء حقيقيين في هذا المنجز؟ بلا شك هم طبعا الأستاذ سلمى بوكار والأستاذ سيف الشريف يعني عاونوني في النسخة الأخيرة فقط، يعني هي أضافت الخرائط الذهنية والأستاذ سيف أضاف طريقة كتاب التفاعل. بلا شك يعني مجرد أنهم يتواصلوا معي وحنا عجبنا بكتابك أثر فينا ونريد أن نسهله للآخرين بحيث يتأثرون فيه ويحفزهم مثل ما حفزنا حنا. يعني الأستاذة سلمى بوكار في أقصى العالم العربي في المغرب قرأت الكتاب وأثرت فيه تأثرت فيه كثيرا فأرادت أن تسهله عبر الخرائط الذهنية. الأستاذ سيف الشريف يعني عنده القدرة على تحويل الكتب الورقية لكتب تفاعلية فاستطاع يعني الحمد لله تواصلنا مع بعض بحيث يخرجوا بالصورة الرائعة. جابريل غارسيا ماركيز موجود، البارودي موجود، العقاد أيضا، تولستوي، نتحدث عن مجموعة من الأدباء. تحب الأدباء هذا السؤال الذي أريد أن أسألك إياه. يعني نحن نمر حقيقة بشريحة عظمى من هل هذا يعكس توجه عبد الله إلى حد ما؟ هل تميل كثيرا إلى أمر الأدب والثقافة؟ أجاثا كريستي مثلا يعني الغالب هنا هم يعني شريحة الأدباء. لا بلا شك يعني أنا من يوم صغير ما أحب القراءة، أحب أقرأ الأدباء والكتاب سواء الروايات أو كتاباتهم النثرية وما إلى ذلك. فلا شك ربما هذا يعني في عدم احتيازية للاختيار الأسماء الكبيرة هذه، لكن بنفس الوقت أنا كان ودي يظهر للآخرين أنه هذا اللي عندهم قدرة لغوية هائلة رغم ذلك ما دخل مدرسة تلقينية عادية، استطاع أن يكتسب المعرفة اللغوية الفريدة من نوعها في بنفسه بدون أن يذهب إلى مجتمع أو مدرسة تقليدية تلقينية. جميل. بينما أنت لا تميل كثير إلى جوانب المال يا رجل، خل بالقدس يأثر فيك. والله بالقدس أنا يعني حلو أن شوف جميل أنك تأخذ تأثير بالقدس وتصبح ثريا وتأخذ تأثير جابريل غارسيا ماركيز. لا ما في بالقدس 100 مليار بالقدس عنده جابريل غارسيا ماركيز عنده رواية 100 عام من العزلة. والله 100 مليار ولا 100 عام من العزلة. لا أنا أقصد اجمع المال والثقافة. هذا خير وبركة، هذا الكمال ننشده جميعا المال والكتابة. ما الأفكار الأخرى التي يعني تراود وتطرق ذهن عبد الله الجمعة؟ الحمد لله لنا شيء منها. يعني. والله الحمد لله يعني بعد خروج عظمة بمدارس صدر لي كتابين، بعدها بسنة تقريبا صدر كتابي أيتام غير مجرى التاريخ. والحمد لله هل صدر أيتام غير مجرى؟ موجود قبل 5 سنوات تقريبا. جميل. والحمد لله وصلنا الطبعة الرابعة والخامسة فيه، وصدر العام الماضي كتابي حكاية سعودي في أوروبا وحقق نجاح كبير اللهم لك الحمد. لكن لا تزال هناك كثير من الأفكار، بعضها يعني زي ما ذكرت تتفرع من عنوان أحد الكتب زي عظمة بالمدارس، تفرعت عنده عدة عناوين حكاية سعودية عدة عناوين. هل تعتقد أنها ستكون يعني مشروعات لكتب ربما قادمة؟ ربما نعم. وسيظل التعاون مع العبيكان يعني يبدأ. والله العبيكان تجربتي جدا معهم أفتخر بها ومتميز، هم احتضنوني يعني عمري 19 سنة كنت وقتها أصغر مؤلف عندهم. بلا شك يعني أنظر لهم كأبي من أبي روحي يعني الكتابة والتأليف. لكن أنت مع أو ضد عبارة من أكثر الكتب مبيعا؟ هل تتوقع إذا كانت تعكس حقيقة؟ إذا كانت تعكس حقيقة بلا شك أنا مع حق المؤلف حق الناشر أن يروج الكتاب وإذا حقا بعد جيد، لكن أن تستغل بشكل سيء هذا يعني أمر يعني من سفاسف الأمور. يعني حتى القراء راح يكتشفونه لاحقا بتقول من أكثر الكتب مبيعا سنة أو عدة أشهر ثم تنكشف هذه الكذبة التي لا تنطلي على القراء يعني الحصيفين. جميل. عبد الله التأليف الشاب اليوم وشباب المؤلفين الذين يعني يطرحون أقلامهم في الساحة بشكل قوي، كيف تجد المنجز الإبداعي الشباب اليوم سواء في المستوى الثقافي التاريخي العلمي أو سواه؟ هو مجرد من ناحية التأليف مثلا يعني كان هناك موجة كبيرة يعني للكتابة والتأليف سواء الأدبي أو غيرها سواء روايات أو حتى يحاول الشباب يطرح أفكارهم عبر الكتب. بلا شك هذه الظاهرة نعتبرها ظاهرة صحية جدا رغم النقد اللي تواجهه أحيانا، لكن بنفس الوقت
أرى أنه لكن ماذا عن مستوى الجودة بكل صراحة؟ أنا جايك في الكلام هذا، لكن بنفس الوقت هذا لا شك أنه يؤثر على الجودة سلبا، لكن أتصور مع وجود نحتاج بعض الوقت حتى تنضج التجربة بشكل أكبر ونفتخر يعني مؤلفين الشباب مثل ما افتخرنا بالأسماء العظيمة اللي ذكرتها قبل قليل. جميل، يعني ثمة من يطرح بأننا بحاجة إلى حالة نقدية كبرى تتوازى مع حالة الاندفاع الشباب الكبير على مستوى التأليف، تتفق أو تختلف مع هذه الرؤية؟ والله أتفق معها من ناحية نظرية، من ناحية نظرية بلا شك هذا أمر إيجابي، وأصلا أمر يعني وجوده واجب يعني لتسيير الحركة الثقافية في أي مجتمع، لكن بنفس الوقت في الواقع العملي كثير من النقاد لديهم القدرة الحقيقية على النقد، يا هناك يكون يعني فارق عمري كبير بينهم وبين موجة الشبابية المؤلفين وغيرهم، أو هناك فرق يعني كبير بالفكر، يعني بعض الشباب يعني يميل مثلا إلى الحرية وإبداء أفكاره، لكن بعض النقاد يميل مثلا إلى أكثر خصوصية والمحافظة وما إلى ذلك، وقد تكون العكس، يعني في شباب مثلا يميلون للمحافظة، في النقاد يميلون مثلا للحرية أكبر، يعني أتوقع عامل العمر في كبير، يعني ما أذكر يعني ناقد كبير أو يعني بالكثير ما يتعدون أصابع اليد الواحدة أعمارهم بالثلاثينات مثلا. تتصور ان حاجز العمر يعني يجعل يعرقل من قيام بهذه المهمه بشكل جيد. اي لكن الناقد بحاجه الى زمن جيد حتى على مستوى العمر حتى يستطيع ان يصل الى النضج والتجربه الحقيقيه. بالضبط، انا قلت الكلام نظري جدا سليم، لكن في واقعنا العملي لما يجون شبابي ما يسمعون الحقيقه ماذا يقول النقاد الكبار، يسمعون فقط النخبه. هذا مو انتقاص منهم، هذه طبيعتهم اصلا، النقاد للنخبه ما يوجهون كلامهم للعامه بشكل كبير. هل الخطا من المؤلف الشاب ولا من الناقد؟ والله انا اتصور دائما اقول الخطا من يعني ما اقول ناقد عشان يعني ما نحصرها بالمثقفين عموما، يعني بعضهم يحاول مثلا يجعل حاجز بينه وبين الاخرين، يجعل مثلا ستار بينه وبين القراء يعني مملوء بالكلمات الغريبه وغير المفهومه بحيث انه يجعل الاخرين ينفرون منه وما يتفاعلوا معه بالشكل المطلوب. جميل عبد الله، انا مستمتع جدا بالحديث معك، كل الضوء وكل النجاح ان شاء الله لعظماء بلا مدارس، لايتام غيروا مجرى التاريخ، لكل الكتب الاتيه وكل المشروعات العظيمه المقبله لك ان شاء الله. اشكرك كثيرا وجزيلا على هذا الحضور في القناه الثقافيه. اشكر لك، شكرا عزيزي على اللقاء الرائع. شكرا جزيلا. اذا كان هذا صوت الاستاذ عبد الله بن صالح الجمعه صاحب كتاب عظماء بلا مدارس، هذا الكتاب الذي يحضر الآن في دار العبيكان هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته التاسعة.